أكسيد تي إكس إل بموديل 2022، نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الناغي وكيل سيارات شيري بالمملكة، نستعرض مع بعض جناح الفخامة والرفاهية للعلامة الصينية شيري أكسيد بموديل 2022. نستعرض لكم تي إكس إل طبعا بنسخة اللكجري، نسخة الفخامة والرفاهية. طبعا ما بدي نطول بالمقدمة لأنه ما شاء الله السيارة فيها مواصفات وفيها تفاصيل كثيرة. فبشكل سريع نجي للواجهة الأمامية، مثل ما أنتم ملاحظين عبارة أكسيد بالمختصر جناح الفخامة والرفاهية لعلامة شيري. الجزء السفلي طبعا كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات، نأخذ منها 360 درجة بالإضافة لرادار أمامي وحساسات أمامية. فتحة للتبريد موجودة أكيد بالواجهة الأمامية بشكل ملحوظ. طبعا اضاءات فل LED بالنسبه للعالي والواطي كلها LED، عدسات طبعا موجود عليها وهنا اضاءات LED جايه طبعا تصميم بالطول. وهنا الجزء الجانبي جنوط مقاس طبعا 19 انش على 55 على 225. سعر السياره ب 130 او 131 الف ريال. اللي حاب يتواصل مع الزملاء راح اترك لكم ارقامهم بخانه الوصف. قبل ما نكمل تفصيلنا للسياره، لا تنسوا الاشتراك بالقناه ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجايه بشكل سريع. طبعا المرايات مدمجه بالنوافذ بالاضافه عليها كروم بشكل ملحوظ، وهذه الكاميرا الجانبيه وهنا سقف البانوراما. طبعا كاميرات اطار من الكروم بشكل كامل على النوافذ والجزء السفلي. خاصه الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمه موجود على باب السائق والراكب الامامي. وهذه تفاصيلها بشكل كامل. بالنسبة للجزء الخلفي طبعا ديفيوزر موجود أكيد عليها، فتحات للعادم موجود أكيد عليها، فور ويل درايف طبعا نظام الدفع فيها دفع رباعي مستمر، جناح خلفي وزعنفة موجودة بالخلف، 290 طبعا عزم الدوران بالسيارة. وهذه طبعا فتحات العادم ما شاء الله حقيقيات كلها موجودة بالجزء السفلي. وهذا الديفيوزر اللي بالخلف طبعا ما شاء الله السيارة جاية تقريبا بحجم تيجو 4 ما شاء الله، لكن بمواصفات جدا عالية وسعر يعتبر سعر معقول كسيارة كروس اوفر بهذا الحجم. طبعا كل البنزين تمشينا كم 16 كيلو فاصلة 5، التقييم ممتاز، بنزين 95 دفع رباعي 2022. بالنسبة للسعر فهذا السعر بطاقة السعر والمواصفات، اللي حاب يصور السعر والمواصفات. نتكلم عن امكانيات المحرك. المحرك طبعا مثل ما ذكرنا 1600 سي سي، 179 حصان، 290 نيوتن، مرتبط بناقل حركه 7 سرعات دبل كلشت. هذه امكانيات ومواصفات المحرك بشكل كامل. طبعا الجنب مثل ما انتم ملاحظين جاي باللون الاسود واللون الفضي، مثل ما ذكرنا خاصيه الدخول الذكي على باب السائق والراكب الامامي. بالنسبة للراكب الخلفي ففتحة بالريموت أو بالطريقة التقليدية العادية، هنا فتح غطى المحرك، غطى المحرك هنا. نظرة سريعة على المحرك بعد كذا نكمل تفصيل السيارة. يعطيك العافية. وهذا المحرك. شبكنا البطارية حتى نوريكم الحين الإضاءات. أكيد طبعا بطانة داخلية موجودة أكيد عليها هذا المحرك. لون السيارة طبعا ما شاء الله اللون الرمادي، لون رهيب الصراحة. وهذه هي الإضاءات طبعا مثل ما انتم ملاحظين. بالنسبة للعالي والواطي هنا العالي والواطي فيها كلها بشكل سريع للد النهاري.
هذا اللي ده النهاري ما شاء الله. والله هذه تحتاج صورة الصراحة. نكتفي كذا. وهنا الإضاءة الخلفية ما شاء الله، وهذه برضه تحتاج صورة لنا. كذا مكتفين ما شاء الله. فتح الشنطة الخلفية وخذ لك مساحة، خذ لك كل شيء هنا ما شاء الله، كل شيء مهم. وهذه شماسات، أو طبعا هذه حماية طبعا للأغراض في الخلف. وهنا إضاءة داخلية موجودة أكيد عليها. قبل ما ندخل داخلة السيارة خلينا نخفض الصوت، حقوق الطباعة والنشر. طبعا هنا إرباقات طبعا على المراتب. السيارة بشكل كامل فيها إرباقات بشكل كامل. هذه الإرباقات بشكل كامل، إرباقات أمامية وخلفية بشكل كامل. هنا فتحة التكييف، منافذ USB بشكل كامل. المراتب طبعا جلد فيها إرباقات كمان. وهنا المقابض الداخلية كروم. فورمايكا هنا، نوافذ كلها كهربائية ما شاء الله. مساحة تخزين بالجزء السفلي، مساج أكيد موجود عليها، ذاكرة طبعا لحفظ الوضعيات المفروض أن يكون فيها ذاكرة طبعا، لأنه الـ VX فيها ذاكرة، لكن هنا ماني شايف ذاكرة لحفظ الوضعيات، لكن بنخش نكمل تفصيلنا إن شاء الله بنشوف لكم الذاكرة موجودة ولا لا. نوافذ كلها كهربائية، المرايات الجانبية التحكم فيها كهربائية أكيد. هنا طبعا مساحات تخزين، حملات أكواب كمان. هنا فتح الشنطة الخلفية أكيد، والحساسات بشكل كامل بهذه الزاوية. الدركسون مكسب الجلد، الجيرفون خلف الدركسون موجود ما شاء الله. هذه الشاشة فيها نفس الصوت. طبعا ذكروني به او قولوا لي هذا الزر هذا لاي سياره اقرب، اكتبوا لنا في الكومنتات. هنا غير السياره دبل كلاش 7 سرعات ما شاء الله. هنا فاره ماوس، بس اذا شغلنا السياره ما شاء الله. هنا التحكم بالصوت، هذه الحساسات طبعا، كل شيء ضغط هنا، كل شيء لمس ما شاء الله. الدركسون طبعا التحكم فيه يدوي، تلسكوبي كمان يدوي. فيها اكيد اوتو بالنسبه للاضاءات، فيها الاضاءات اوتو، فيها الشمسات او المساحات، فيها تشغيلها تلقائي، فيها حساس للمطر. وكل التفاصيل المهمة. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبونها نستعرضها لكم بالأيام الجاية. هنا شاحن لاسلكي، تضريس باللون الأورنج أو البرتقالي موجود أكيد بالجزء الداخلي بشكل كامل. إرباقات موجودة عليها، أنظمة طبعا كأنظمة. هنا الأنظمة كلها، خروج عن المسار، تحديد المسار، الرادار، كل الأنظمة موجودة بهذه الزاوية. ومثبت السرعة برضه هنا. والتفاصيل المهمة، اللون الذهبي طبعا ما شاء الله رايق ولايق على اللون الأسود واللون الأورنج. السماعات طبعا فيها نظام سوني ما شاء الله كشركة يابانية. مقابض طبعا ما شاء الله جاي باللون الذهبي على الكروم. وهذه بشكل كامل. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبونها نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله.